انا في حيره من امري، زعما هان عليا بان وليداتي الاحفاد ديالي انهم داروا واحد السنه دراسيه بقات حدا المارس، وكان نقص، وكنت نتمنى باش لو ديبي داني يكون واحد الدعم. انا كنت تبغي الدعم بور فورتيفي لو نيفو، فاذا بيا تنشوف راسي سازيد في الطين بله، ولكن صحتهم اهم لي من كل شيء. مادام كاين حلول مقترحه ان غادي يكون شيء من الحضور وشيء من التعليم عن بعد، الا كانت هذه استراتيجيه غتكون واضحه المعاليم وتعود الفائده على الابن، فبامكاني ان اكون سباقه لكي يذهب حفيدي. لا بنتي، الا كانت التدابير ستكون التدابير الاحترازيه مع الكمامه مع التعقيم مع اشياء من هذا القبيل، مدرسه ومقاعد وعقامه، نقدر نغامر، ولكن ما تنظنش هذا الشيء غادي يكون بحذافيري. لا اظن، لاني انا في قطاع الدوله ورغم ذلك متخوفه، ورغم ذلك اتخوف. لماذا؟ لان ما يقال ليس هو ما يطبق. ما نلومش الحكومه، ما نلومش المسؤولين، لان هناك اكراهات وهناك العامل يوم يعقم غدا لن يعقم، ما عنديش انا اليقين، ولكن صحه احفادي قبل كل شيء. حالة ديالي لانني جبدوني لكو غادون ميسيل، لكن بالنسبه للاخرين غادي يكون تضرر لهم راي اخر. اما انا الا كان شي نقص لشي حاجه جبدوني ديكو غادون ميسيل بوغ فيغ توفي لو نيفو في حاله ان شاء الله يبان الفرج.